ان حضرتك معانا في اللجنه. انا ضيفه على اللجنه رغبه تانية، بس سعيده جدا ان حضرتك موجود، وسعيده اكتر ان حضرتك كمان وصفت المشكله الاساسيه، سحب البساط من الفن المصري والرياضه المصريه وسحب البساط من اللهجه المصريه اللي كانت سافرنا في كافه الدول. انا مش سمعتش حد وصف المشكله قبل كده زي حضرتك وصفتها، فعشان كده عندي ثقه ويقين انه حضرتك كمان هتضع ايدك على الحل وهتساعدنا، واحنا كمان نساعد حضرتك بان احنا نستعيد الفكره مره ثانيه والرياضه مره ثانيه. طبعا السماوات المفتوحه والانترنت اللي بقى متاح للكل، محتاجين يعني ممكن يكون زي ما احنا ذكرت تشريعات ان احنا نحذر بعض المواقع اللي ممكن بتسيء للمنظومه الاخلاقيه عندنا هنا في مصر، منها تيك توك. التيك توك مش بس فكره ان هو بيطلعوا يعني يعملوا يعني اللي يتابع يلاقي ان في تحريض وتقليب على المجتمع من خلال التيك توك، سواء بيحاولوا يلاقوا منافذ مختلفه زي الفتنه زي اباحيه زي وخوفي مش بس انه فكره حقوق الانسان تكون متركزه هنا على الشق الامني،